ازاي نعمل تايم لاين على الفيزيو. اجي هنا اقول له انا عايز تايم لاين، ممكن اعمل بيرت شارت او ممكن اعمل تايم لاين، بيديني بعض الاشكال بختار الشكل اللي انا عايزه. دلوقتي ممكن ابدا حاجه فاضيه خالص، هقول له بلوك تايم لاين، بيقول انت عايز من امتى لامتى، فابدا اختار التاريخ اللي انا عايزه، وده التايم سكيل اللي عايزه بالايام ولا بالاشهر ولا بالسنين زي ما انت عايز. طيب دلوقتي ممكن احط لاين تايم لاين بالشكل دوت على سبيل المثال. تقدر برضو نفس اللي نعمله هنا نقدر نعمله هنا، او حاجة اسطوانية بالشكل دوت. اقدر دلوقتي بقى ابدأ احط المايلستون بتاعي، لاين مايلستون مثلا هنا، هو اوتوماتيك في النقطة اللي عملت عليها سيلكت بيعرف ده يوم ايه ويحط بالظبط. تمام، يعني لو جيت غيرت كده تاريخ وقلت له اوكي هتلاقي انها اتنقلت. تمام، بين مايلستون بالشكل دوت، وتقدر تتحكم في المكان اللي تحط فيه الكلمة ديت. اكس مايلستون ديمون ده مايلستون سكوير بالشكل دوت، وتقدر تغير الستايل زي ما انت عايز من ديزاين. من التايم لاين اللي هنا تقدر تعمل امبورت واكسبورت الملف البروجكت ام اس بروجكت، وتقدر تتحكم في الداتا داتا اند تايم فورمات. اعمل سيلكت الاول المايلستون امتى، الاكزامبل امتى، التاريخ تقدر تظبطها، تعمل تقدر تعدل زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا برضو وتعمل كونفيجر تايم لاين، بحيث لو انت عايز تعدل التايم بتاعك يبدأ امتى وينتهي امتى.